تعالوا معي يا دكاترة، توا ندرزوا على التالوسيات اللي هو التالو فايت، بعد ما خدينا انواع النباتات. التالو فايت، وركز معي كويس، التالو فايت اللي هم عبارة عن سيمبل، ما فيه شيء، نو سبورتك سيستم، نو كوندكتك سيستم، تقدر تدير ابواغ، ما عندهاش جدور، ما عندهاش سيقان، ما عندهاش، تقدر تدير ابواغ، وتشمل 5 انواع. اذا التالو فايت يا جماعة الخير تشمل 5 انواع، وركز معي، تشمل البكتيريا وتشمل الطحالب الالجي، وتشمل الفانجاي الفطريات، وتشمل ايضا السليم مولدز الاعفان الهلاميه. باي واي السليم مولدز يصنفوا فيها قبل من الفطريات، السليم مولدز الاعفان الهلاميه. واخر حاجه عندنا يا جماعه الخير اللي هي الليشنز، واخر حاجه عندنا الاشنات. اذا هم 5 انواع التالوفايت، 5 انواع. تفكر كل كي وورد، كل كلمه نقولها الكلمه هذيك هي اللي بتجيك في الامتحان. ركز معي. اذا هم 5 انواع بكتيريا، 5 انواع بكتيريا، الجي، فانجاي، سليم مولدز، ليشنز. بكتيريا، الجي، فانجاي، سليم مولدز، ليشنز، تفكرهم كويس. تعال معي لاول وحده عندنا انا وهي البكتيريا. شو بتقرا في البكتيريا؟ تعال معي، تعال 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 تعال. اول حاجه البكتيريا بنهدرزوا على الستركتشر متاعها، تمام؟ ستركتشر متاعها او الشكل متاعها، الشكل، الاشكال الرئيسيه للبكتيريا، الشيب متاعها. وبنهدرزوا على عدد البكتيريا، تمام؟ النمبر اوف بكتيريا. وبتهدرز عليه حاجة مهمة جدا 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 اللي هي تبع أما مملكة، الكلاسيفيكيشن، حناخدوه قدام هذا في علم التاكسونومي، الكلاسيفيكيشن تصنيف. وأهم حاجتين تهدرز عليهم، كيف تتكاثر البكتيريا، الريبرودكشن، كيف يصير الريبرودكشن، كيف تتكاثر البكتيريا، الريبرودكشن، وأنواع النيوتريشن في البكتيريا، وأنواع التغذية في البكتيريا. لازم تفوت على فيديو بتاع النيوتريشن قبل تخش هنا يا جماعة الخير، لأن النيوتريشن خدينا فيه صنبورة كاملة. تعال معي لأول وحدة اللي هي الشيب. تعتبر البكتيريا خيرها سيمبل، ممتاز، بسيط، سيمبل، وعندي منها 3 أنواع. إذا هو سيمبل صح، لكن عندي منها 3 أنواع. إذا هو سيمبل صح، هو بسيط لكن عندي منها 3 أنواع. يا أما تكون كروية أو دائرية، يسموا فيها كوكاي. أي بكتيريا تنتهي بكلمة كوكس معناها كروية، ستافيلوكوكس، ستريبتوكوكس، تمام، ستريبتوكوكس ترموفيلس، مالكش علاقة أنت بالأسامي، أهم حاجة أنت بكوك. أنا عبد الرحمن وكوكس، أنا بكتيريا كروية الشكل. إذا كوكاي تعني دائرية، النوع الثاني باسيلاي. شو معناها باسيلاي؟ معناها عصوية الشكل، لاكتوباسيلس بولجاريكس، أي حاجة باسيلس معناها بكتيريا عصوية. آخر نوع، ثالث نوع مهم جدا، اسمه سبايروشيت. شو اسمه؟ سبايروشيت حلزونية. إذا يا أما تكون كروية واسمها كوكاي، يا أما تكون عصوية واسمها باسيلس، يا أما تكون سبايروشيت حلزونية. طبعا في مازال في أشكال تانية، خاطئة ما، بس هذه الأشكال الرئيسية. تعال معي للنمبر. النمبر يا أما تكون وحيدة يا أما تكون متعددة الخلايا. إذا يا أما تكون one of cell، يا أما تكون سلسلة من الخلايا، chain of cell، سلسلة من الخلايا، chain of cells. يا أما تكون one cell، يا أما تكون chain of cells. تعال معي الكلاسيفيكيشن، تصنيف، تصنف تحت مملكة اسمها مونيرا. اكتب عليها هذه حيلك، تصنف تحت مملكة مونيرا. تفكر مونيرا. مونيرا تصنيف مملكة البكتيريا. مونيرا تصنيف مملكة البكتيريا. تعال معي للتكاثر، كيف تتكاثر البكتيريا؟
هي سمبل بسيط، انقسام ثنائي بسيط. واو، معناها ما فيش ميتوزي وميتوزي والكلام هذاك كله والدوشه هذيك. لا ما فيش لا انقسام ميتوزي وميوزي، اسمها سمبل باينري فيجن، انقسام ثنائي بسيط. سمبل باينري فيجن، انقسام ثنائي بسيط في الظروف الملائمه. في الظروف الملائمه، باقي الظروف غير ملائمه تكون ابواغ سبورز، تكون ابواغ سبورز. إذا تعال معي بالنسبة للريبرودكشن وركز معي كويس، الله يرحم والديك. الريبرودكشن يا جماعة الخير، عندي نوعين من التكاثر، عندي ظروف ملائمة conditional، ظروف ملائمة conditional، وعندي ظروف غير ملائمة unconditional. unconditional إذا عندي conditional unconditional. في الظروف الملائمة simple بسيط بسيط، simple binary fission، سمبل باينري فيجن. سمبل باينري فيجن شو معناها؟ باينري فيجن انقسام ثنائي، باينري باي 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 زوز، باينري انقسام ثنائي بسيط. سمبل باينري فيجن، سمبل باينري فيجن انقسام ثنائي بسيط، سمبل باينري فيجن انقسام ثنائي بسيط، انقسام ثنائي بسيط. انكونديشنال في الظروف الغير ملائمه ما تتكترش، تقعد في حاله سكون واسمها سبورز، تقعد في حاله سكون واسمها سبورز، تكون ابواغ. اذا في الظروف الملائمه سمبل باينري فيجن، في الظروف الغير ملائمه تكون ابواغ. تعال معي للتغذيه، تعال معي كيف تتغذى البكتيريا. هل هي فوتوتروفيك، فوتو اوتوتروفيك او كيمو اوتوتروفيك؟ هل هي سابروفيتك؟ هل هي باراسيتك؟ ولا شيء بالضبط، هي كل شيء. عندنا كل شيء تقدر تديره البكتيريا، جميع انواع التغذيه تقدرها. لكن السؤال مش هنا بيجيك في الامتحان، السؤال يا دكاترة اللي بيجيك، من يا أكتر شيني أكتر شيء بكتيريا تقدر تديرها؟ المفروض تجاوب سابروفيتك، لأن قلنا إحنا الكائنات المحللة السابروفيتك هي أكتر كائنات موجودة في الكرة دي. The most common, the majority on dead body, digestion outside the cell بعدين eating, digestion outside the cell بعدين eating. The most common, subprophetic, parasitic. تعال معي تعال معي تعال معي. إذا كيف بتجيك السؤال في الامتحان في النيوتريشن، ركز معي كويس. يا أما تجيك كلمة mostly، غالبية، أو تجيك كلمة few، يعني شوية منهم. أكثر البكتيريا يا أما محللة يا أما ممرضة. ما دام تسبب disease معناها parasitic، ما دام تسبب disease معناها parasitic، obtaining food from living organism، ما دام تحلل معناها dead body subprophetic. dead body subprophytic parasitic parasitic subprophytic is the most common. إذن أكتر شيء موجود في البكتيريا هم زوز. إذن أنت تجيب mostly، أنت تجيب لك غالبية، معنى أنت حتجاوب يا أما subprophytic، بتجاوب يا أما subprophytic يا أما parasitic. بعفو دكتور، نعم بكان أجابهم زوز mostly، شنو نجاوب؟ جاوب subprophytic لأن هي تشكل غالبية أنواع nutrition. تمام، جاوب subprophytic، لكن هما mostly غالبية البكتيريا تتغذى يا أما محللة يا أما تسبب أمراض. غالبية البكتيريا يا أما محللة يا أما تسبب أمراض. طيب كان خيرني محللة، واضح واضح محللة يعني، تمام. لكن في بعض البكتيريات فوتو أوتوتروفيك، في بعض البكتيريات فوتو أوتو، فوتو أوتوتروفيك، فوتو اوتو تروفيك، في بعض البكتيريات كيمو اوتو تروفيك، في بعض البكتيريات كيمو اوتو تروفيك. اذا عندنا نوعين من البكتيريات، الفيو شويه اللي ما هو يا ما فوتو اوتو تروفيك يا ما كيمو اوتو تروفيك، معناها كل انواع التغذيه ممكن يديرها البكتيريا. اذا قلنا البكتيريا انها سمبل، يا ما كوكاي يا ما باسيلاي يا ما سابروشيت، تمام. النمبر نتاعها يا اما وحده يا اما سلسله من الخلايا، chain of cells، تحت مملكة عمتي منيرة. منيرة منيرة، تعال مع التكاثر. يا اما عندنا ظروف ملائمة يا اما عندنا ظروف غير ملائمة. في الظروف الملائمة simple binary fission، في الظروف الغير ملائمة ابواغ سبورز، ابواغ سبورز. mostly يا اما subprophytic يا اما parasitic، شوية منها photo autotrophic chemo autotrophic. وتعال معي توا للالجي الطحالب، الالجي الطحالب، ركز معي كويس. على شو بتعلق في الطحالب؟ بتعلق على ثلاثة حاجات، بتعلق على ثلاثة حاجات. اول حاجة وين تعيش، الليفنج متاعها. تاني حاجة بنعلقه على النيوتريشن متاعها، التغذية متاع الطحالب،
نقولكم حاجة ما تقولوها لحد، بهي تغذية الطحالب، الطحالب عندها صبغة الكلوروفيل، ما تقولوش لحد. الطحالب عندها صبغة الكلوروفيل، فوتو اوتو تروفيك، فوتو اوتو تروفيك، لأن عندها صبغة الكلوروفيل، فتاخذ الأشعة الفوق البنفسجية، أشعة فوتو، أشعة الشمس، فوتو اوتو تروفيك، فوتو اوتو تروفيك، فوتو اوتو تروفيك. النيوتريشن بتاع الألجي خيرها فوتو اوتو تروفيك. علاش؟ عندها صبغة كلوروفيل. علاش؟ عندها صبغة كلوروفيل. ليفينج، وين تعيش أكثر الفطر الطحالب؟ هل هي تعيش في الظروف المائية ولا تعيش في الظروف الأرضية؟ واضحة طحالب مائية، واضحة طحالب مائية اكواتيك، تفكر الاكوا بارك متاع تاجورا. اذا تعال معي، اذا ليفينج موستلي غالبية الطحالب خيرها اكواتيك، اكواتيك اكوا بارك، اكواتيك اكواس ووتر ليكويد، اكواتيك اكواتيك، وشوية منها ارضية تريسيال او تريشيال، تريشة تعني ارضي، شوية منها ارضي، شوية منها ارضي. الجي، الجي. تعال معي للاشكال متاع الطحالب، الشيب متاعهم، اشكال الطحالب، اشكال الطحالب. اهم طحالب عندنا اللي هي الخضراء المزرقة او المزرقة، سايانو بكتيريا، حتاخذ المصطلح سايانو، سايانو سايانوسيس، ذس بيشنت سايانوتيك، هذا المريض تمام مستزرق، تمام يعني هو مريض مستزرق، سايانو سايانو بكتيريا. دكتور نعم، انت تدرس على الطحالب توا ولا ايه؟ باش خيك تقول سيانو بكتيريا؟ ما هو زمان كانوا يصنفوا فيها في الطحالب، بعدين صنفوها تحت البكتيريا، تمام. باين انت علاش تحط فيها في الطحالب ما دام بعدين صنفوها في البكتيريا؟ قدر الله وما شاء فعل، قاعدين يصنفوا فيها من الطحالب مع انها هي تبع مملكه منيره، تمام. يس يس، قسوه الحياه. إذا الشيب متاعنا سايانو بكتيريا، سايانو بكتيريا، سايانو بكتيريا خضراء مزرقة. وين تعيش السايانو بكتيريا أكثر شيء؟ في الأكواتيك، ما احنا قلنا مصلي أكواتيك، باهي أكواتيك مياه عذبة فريش أكواتيك، ولا مياه مالحة صولتي ملح، صولتي ملح، مياه مالحة فريش أكواتيك. أكمل أكمل، صح وخطأ. تعيش سيانو بكتيريا في المياه المالحة، خطأ. تعيش سيانو بكتيريا في المياه العذبة، صح تمام. ولا تجيك في أكمل. إذا فريش أكواتيك، فريش أكواتيك، فريش أكواتيك، سيانو بكتيريا فريش أكواتيك، سيانو بكتيريا فريش أكواتيك. طحالب، طحالب، إذا الطحالب فوتو أوتوتروفيك اللي عندها بسبب وجود صبغة الكلوروفيل، موستلي أكواتيك، شوية منها ترستريال، الشاب متاعها سيانو بكتيريا، تمام. وأكثر شيء تعيش في الفريش أكواتيك، ألجي، ذاتس إت. تعال معي للفنجاي، شو بتعلق؟ على ثلاثة حاجات. شو بتعلق في الفنجاي؟ على ثلاثة حاجات. أول حاجة وين تعيش؟ الليفنج بتاعنا، الليفنج بتاعنا يا جماعة الخير، وين تعيش؟ الليفينج، الليفينج وين تعيش؟ تاني حاجة يا جماعة الخير وهذه مهمة جدا، نيوتريشن التغذية، نيوتريشن التغذية. وثالث حاجة الشيب متاع الفطريات، الشيب متاع الفطريات. وركز معي كويس لأن الدواء هنا مهمة شوية. الليفينج بالنسبة للألجي أغلبيتها مائية، في الظروف المائية تعيش أغلبيتها شني؟ أكواتيك، أكوا بارك، وشوي منها ترستريال، فطريات اقلب، الفطريات اقلب. موستلي الفنجاي خيرها، موستلي الفنجاي خيرها، موستلي ترستريال، تريشيال، موستلي تريشيال، موستلي تريشيال، وشويه منها تعيش في الظروف المائيه اكواتيك، وفيو منها اكواتيك، وفيو منها اكواتيك. اذا هي موستلي تريشيال وشويه منها اكواتيك، فنجاي موستلي تريشيال وشويه منها اكواتيك، فنجاي. الشيب متاعها تتكون من خيوط هيفي اللي يسموها زمان في الثانوي هيفا، هيفي، تجمع الهيفي يعطينا الخيوط المغزلية، هذا في حالة ان هي خلية متعددة الخلايا، لكن في حالة ان واحد الخلية ما فيش لا خيوط هيفي لا متعددة المغزلية. اذا الفطريات يا جماعة الخير يقسموا فيها لنوعين، ما ترقدش ما ترقدش ما ترقدش، صح صح معي ما ترقدش، تعال معي تعال معي تعال معي، شايفك شايفك حتى بالفيديو، تعال معي. اذا يا اما تكون خليه واحده، وان سيل، وان سيل، وان سيل، من هي ترى اعطيني فطريات تاع
تتكون من خلية واحدة. خميرة، ممتاز. الخميرة، ممتاز. خلية واحدة تتكاثر بالتبرع. تعال معي. لكن مرات تكون مالتي سيليولر، متعددة الخلايا، مالتي سيليولر. تفكر شوكولاتة المالتيزر، تمام، في أكثر من طرف، مالتي متعدد، مالتيزر، تمام، كويس. إذا المالتي سيليولر، أم تتكون مالتي سيليولر يا جماعة الخير، تتكون من خيوط هيفي. هذه الخيوط الهيفي تتجمع وتعطينا خيوط مغزلية، مايسيليوم. إذا خيوط هيفي تعطينا في الأخير خيوط مايسيليوم. خيوط مغزلية. إذا من هي اللي خيط مغزلي؟ وان سيل ولا مالتي سيلولار؟ مالتي سيلولار خيط مغزلي. تعال معي لهيا وشوف، حاط لك عليها نجمتين. أنواع التغذية في الفطريات حاط لك عليها نجمتين. Very important. ركز معي. يا أما تكون سابروفيتك محللة، يا أما تكون باراسيتك تسبب أمراض. باراسيتك obtaining food from living body، وسابروفيتك obtaining food from dead body. Dead body سابروفيتك، living body باراسيتك. Dead body كائنات ميتة، محللة ميت، محلل امراض متطفل، ميت محلل امراض متطفل. ما تنساش ان السبروفيتك از ذا موست كومن، از ذا ماجوريتي. تهضم خارج الخليه، تقوم بالهضم خارج الخليه، وتحول في المركبات العضويه اورجانيك الى ان اورجانيك، تمام. سابروفيتك. تعال معي للباراسيتك. زي شنو الباراسيتك؟ زي الاعفان الفطريه، راستس الأعفان الفطرية، راستس، والفحة للبطاطس، بلايت بوتيتو. الفحة للبطاطس. إذا زي الأعفان والفحة للبطاطس، براستك. سابروفيتك يا جماعة الخير، سابروفيتك، ركز معي. سابروفيتك عندك، أحفظهم هيك، M-M-Y. المولدز والمشروم، الأعفان الفطرية، المولد والمشروم، هادو يخدموا كمحللات، decomposers. إذا المولد والمشروم هادو يخدموا كشني؟ decomposers. سؤال امتحان، decomposers يخدموا decomposers. وليست الخميرة، وحيد الخلية. الخميرة، الييست هذه نستخدمه فيها في انتفاخ العجين بسبب ثاني أكسيد الكربون. إذا هي توفر في ثاني أكسيد الكربون في الظروف اللاهوائية، ييست توفر ثاني أكسيد الكربون في الظروف الهوائية. ييست. خميرة، MMY سابروفيتك، MMY سابروفيتك. راستس بلايت بوتيتو باراسيتك. MMY سابروفيتك، مولد ومشروم، ديكومبوزرز، ييست، انتفاخ العجين، ثاني أكسيد الكربون، تخمر، ظروف لا هوائية، تخمر. ييست. هذا بالنسبة للفطريات. تعال معي اللي بعدها وركز معي كويس. الله يرحم والديك. المولدز ولا شنات هادو غريبات، حتى اسمه غريب، توه ما وضحات، بكتيريا، طحالب، فطريات، واضح على شبه تهدرس، لكن هما مش وضحات. فأي حاجة غريبة في الامتحان جاوبها مزوز. شو رأيك فيها؟ هيك من غير ما تقرأ سؤال. تعال معي. سليم مولدز الأعفان الهلامية. كانوا يحطوا فيها تحت الفطريات، لكن بعدين صنفت بروحها في التالوفايت، في التالوسيات، ولت بروحها. سليم مولدز، تعال معي شوية. سليم مولدز أول حاجة بنعلقه على الشيب متاعها،
تمام. تاني حاجة وهذه مهمة جدا بتعلق على التغذية متاعها، غريبة راه التغذية متاعها ما خدناهاش قبل، التغذية متاعها مش موجودة في صبورة النيوتريشن، فهذا علاش أي حاجة غريبة جاوب سليم مالتس، أي حاجة غريبة تجاوب سليم مالتس. تالت حاجة وين تعيش، الليفنج متاعها وين تعيش، وين تعيش سليم مالتس، أين تعيش سليم مالتس living. إذن عندنا الشيب وعندنا النيوتريشن متاعها وعندنا التغذية متاعها وعندنا المثال، المثال متاعها مهم جدا يا جماعة الخير. example، الاكزامبل هنا مهم 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 جدا. تعال معي لأشكالها كيف تشبه water like structure، شبه مائي، هو عبارة عن تركيب شبه مائي، أول ما يجي في الامتحان تركيب شبه مائي شبه سائل fluid water like structure طول جاوب سليم مالتس، water like structure جاوب طول سليم مالتس. إذا water أو fluid نفسها like structure، like structure تمام، خليها fluid خير، fluid like structure، fluid like structure جاوب سليم مالتس، fluid like structure جاوب سليم مالتس، جاوب سليم مالتس، جاوب سليم مالتس. ما تنساش، ما تنساش المعلومات هي مهمة جدا يا جماعة الخير. إذن هنا هنجاوب fluid، fluid like structure، fluid like structure جاوب سليم مالت، جاوب سليم مالت. كيف تتغدى العفن الهلامية؟ بلعمت البكتيريا، مش photo autotrophic، مش chemo autotrophic، مش saprophytic، مش parasitic، phagocytosis of bacteria. معناها هي هولوزويك يا دكتور، لأنها تبلع، معناها تاكل بعدين تهضم. يس، تعتبر هولوزويك. ثانك يو، ثانك يو. إذا تعتبر هولوزويك، هولوزويك، لكن هم مش كاتبين هولوزويك في الشيت متاعك، كاتبين بلعمة البكتيريا، فاجوسايتوسيز أوف بكتيريا، فاجوسايتوسيز أوف بكتيريا، تقوم ببلعمة البكتيريا، تقوم ببلعمة البكتيريا. إذن هذا بالنسبة للفاجوسيتوسيس، ويسموا فيها حتى بلازموديوم، وتسمى بالبلازموديوم تمام. إذن الإكزامبل متاعنا زي البلازمودات، البلازموديوم، والبلازموديوم هناخدوهم القدام، عندنا منهم هلبة أنواع. أهم نوع وأهم مثال البلازموديوم فالجوسيبتيكا، قصدك هنا بنحفظ كلمة فاليجوسيبتيكا سهل، أحفظها فلقة بالسبتة، فالجوسيبتيكا فلقة بالسبتة، بلازموديوم فلقة بالسبتة، سليم مولز فلقة لميني للبكتيريا، فاجوسيتوزيس بكتيريا، فالجوسيبتيكا. وين تعيش؟ تعيش يا جماعة الخير على الأوراق المتساقطة، ريت الورقة الشجرة المتساقطة غادي سليم مولد تعيش، غادي سليم مولد تعيش. إذن وين تعيش أكثر شيء؟ على الأوراق المتساقطة، على الأوراق واللوح المتعفن، الألواح المتعفنة يا جماعة الخير. تعال معي decaying، متسوسة، decaying wood، decaying wood شو معناها decaying wood؟ لوح متسوس متعفن، لوح متسوس، ولا الفولينج ليف، ولا الفولينج ليف، ولا الفولينج ليف. هذا وانت ايش سليم مولتس. اذا سليم مولتس تعيش يا مع الديكينج وود يا مع الفولينج ليف، يا مع الديكينج وود يا مع الفولينج ليف. اكزامبل بتاعنا بلازموديوم فالقا بالسبتة، فالجوسيبتيكا، فالجوسيبتيكا، هولوزويك، فاجوسيتوز بكتيريا، فلويد لايك ستراكشر سليم مولتس، فلويد لايك ستراكشر. اذا عندنا اربع انواع، ما زال الخامس، عندنا اربع انواع. تعال معاي، اذا البكتيريا الشيب متاعها تكون بسيط 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 بسيط، اصلا التلوفايتها كلها بسيط، ما عندها سبورت، ما عندها جذور، ما عندها اوراق، ما عندها شيء، ما عندها شيء يا جماعه الخير. في الظروف الملائمه البكتيريا تنقسم انقسام ثنائي البسيط سمبل باينري فيجن، في الظروف الغير ملائمه تكون في ابواغ موستلي، يا اما تكون سابروفيتك يا اما باراسيتك، وشويه منها فوتو اوتوتروفيك كيمو اوتوتروفيك. تعال معاي، تبع مملكه مونيرا عليك ما تنساهاش، تبع مملكة مونيرا. بالنسبة للألجي عندها صبغة كلوروفيل، فبالتالي هي فوتو أوتوتروفيك. باهي ليفينج موستلي وين؟ أكواتيك. بينما الفانجاي الليفينج موستلي تريسريال، تريشيال. إذا هني موستلي أكواتيك، هني موستلي تريشيال،
هنا موستلي اكواتيك، هنا موستلي تريشيال. هذه مثال عليها سيانو بكتيريا، مثال عليها سيانو بكتيريا. اذا تعلم عين الفنجاي، الفنجاي يا جماعه الخير يا اما خليه واحده زي الخميره اليست، يا اما متعدد خلايا يعطونا خيوط هيفي، وخيوط هيفي يعطينا الخيط المغزلي، الخيط المغزلي تمام. طبعا النيوتريشن مهمات جدا، الباراسيتيك اللي هم يا اما الراستس يا اما البلايت بوتيتو، بينما السبروفيتيك ام ام واي ام ام واي ام ام واي ام ام واي. مولد والمشروم يخدموا كديكومبوزرز، واليست مهمه في انتفاخ العجين، استخدموا فيها في خبزه خميره خبزه خميره خبزه. سليم مولدز الشيب بتاعنا فلويد لايك ستراكشر، فلويد لايك ستراكشر. هولوزويك فاجوسايتوسيس اوف بكتيريا، والليفنج بتاعها يا اما على الاعفان على الاعفان الخشبيه الديكينج وود او الفولينج ليف، مثال عليها بلازموديوم فلجا بالسبتة. تعال معي لاخر نوع من التالوسيات، وهذا مهم جدا يا جماعة الخير، اخر نوع عندنا في التالوسيات، وركز معي كويس، نحطها هنا، ركز معي ركز معي، لان هذا مهم جدا 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 جدا. لشنز اللشنات، لشنز اللشنات عبارة عن شنو؟ تجمع من الفطريات والطحالب. وين موجودة؟ في كل مكان، على الـ على على الوولز، على الجدران، على الروفز، الأسقف، على فروع الأشجار، everywhere everywhere. اللشنز everywhere، اللشنات everywhere. تعال معي تعال معي تعال معي. إذا المكان بتاعها الليفنج بتاعنا everywhere، إذا بالنسبة للليفنج everywhere، في كل مكان في كل مكان، بالنسبة للليفنج everywhere everywhere. ما تنساهاش في الامتحان. وين مالا؟ في الروفز. وين تاني؟ في الوولز تمام. وين تاني؟ في التري ستيم، في الأفرع متاع الأشجار، وعبارة عن تجمع من الفنجاي الطحالب زائد الفنجاي اللي هي الفطريات سوري زائد الطحالب الألجي، الفنجاي الفطريات زائد الطحالب الألجي. ليشنز ليشنز في كل مكان، ليشنز في كل مكان، ليشنز في كل مكان تمام. وعبارة عن روابط تكافلية، طبعا تعتبر ذاتية التغذية. النيوتريشن بتاعها خيرها اوتوتروفيك، نيوتريشن بتاعها خيرها اوتوتروفيك. سؤال امتحان. اذا انواع التغذية بتاعنا هنا نيوتريشن، تعال معي تعال معي تعال معي. اذا النيوتريشن بتاعنا يا جماعة الخير اوتوتروفيك اوتوتروفيك. اذا التالوسيات ما تنساهاش، التالوسيات لا تنساها، عبارة عن خمسة انواع: بكتيريا، الجي، فانجاي، سليم مولدز، واللشنات. البكتيريا ما تنساش انواع التكاثر، انواع نيتريشن، ما تنساش انواع نيتريشن في الفطريات ام ام واي سابروفيتيك، ام ام ديكومبوزر، واي انتفاخ العجين، راستس بلايت بوتيتو الفحل البطاطس، الفحل البطاطس والاعفان في الفطريات تمام. اما هي الهيفي والمايوسيلي ما تكون مالتي سيلولر متعدد الخلايا مش خليه واحده. فلويد لايك ستراكشر فاجوسايتوز بكتيريا، حاجه هيك غريبه ديكينج وود فولينج ليف، مش عارف هيك حاجات غريبه فلقه بالسبته. سليم مولدز سليم مولدز سليم مولدز. تجمع الطحالب الفطريات ليشنز. انواع التغذيه متاعها اوتوتروفيك اوتوتروفيك. وين موجوده؟ ايفريوير. وين موجوده؟ ايفريوير. هذا كل ما يتعلق بالتالو فايت. ثانك يو.